Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Your Excellency Dr. Mustafa Madbouly, Prime Minister Egypt. Honorable Minister of Youth and Sport. وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، الحضور الكرام، الوفود والمدعوين وكافة الحضور في هذه القاعة. لقد كبرت على أن أكون جزءا من الوحدة الأفريقية، ولقد رأيت بعض الصور التي تعرض أو تستعرض بعض القادة الذين دائما دعموا فكرة الوحدة مثل نيلسون مانديلا وغيره، وقد استسلمت لفكرة الوحدة الأفريقية عندما بدأ الأمر الواقع ينفي كافة تلك الصور التي قد تربينا عليها. ولكن تلك المنحة عندما حضرت إليها وعندما بدأت أن أقرأ عن حركة عدم الانحياز أعطتني بارقة أمل للوحدة الأفريقية، وأعتقد أنه نعم بكافة ما قامت به دولتي بدأت أؤمن بأن مثل تلك المنحة يمكنها أن تقدم العديد للدول ومن بينهم دولتي أيضا. وبدأت تلك المنحة وقد قمنا بالكثير من الزيارات في تلك المنحة، وعلى سبيل المثال قمنا بزيارة قناة السويس، وستبقى تلك الذكرى خالدة في قلبي وفي ذهني أيضا لأنها كانت ذكرى عظيمة وكانت أحداث عظيمة أيضا تلك الزيارات. وبالنسبة إلي كانت مصر شهدت مهد الكثير من الأنبياء مثل يوسف عليه السلام وبعض الملوك والملكات مثل كليوباترا ونيفرتيتي أيضا. وكافة الشباب الذين أراهم هنا اليوم قد رأوا أن هناك أملا في أن نتنفس بحرية وأن يكون هناك وطنية وعدالة، والأهم من ذلك هو أن تلك هي منحة قد حباها الله للقارة الأفريقية. أحترمكم جميعا وأقدر الجهود التي قد بذلتموها وما زلتم. 73 دولة مشاركة، تم جمع الشباب من كافة تلك الدول، تحية كبيرة لكم. أود أن أشكر الحكومة المصرية لدعوتكم إيانا لحضور تلك المنحة، ونشكر الشعب المصري والحفاوة التي قد لقيناها من قبلكم، ستكون ذكرى خالدة بداخل كل منا، ولكن ذلك سيجعلني أحب وأود أن أأتي مرارا وتكرارا إلى مصر العظيمة. تحيا مصر، تحيا أفريقيا، واحد من أجل الجميع، الفرد من أجل الجميع، والجميع من أجل الفرد. شكرا لكم.